مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من منصه التفاعليه شوف تيفي. نشر الفنان الكوميدي رشيد رفيق فيديو على حسابه الرسمي بموقع انستغرام اللي كشف من خلاله على تقديمه للعرض ديالو اللي كيحمل اسم الحميمق مدينه الرباط. وسبق لرشيد رفيق انه قدم هذا العرض في بزاف من المدن المغربيه، واختار هذه المره على انه يقدمه للجمهور الرباطي في قاعه بحنيني. كما قدم رفيق هذا العرض قبل اسابيع بالدار البيضاء، وحرص خلال هذا العرض على تطرق لجائحه كورونا والتغييرات اللي شهدتها حياتنا وسلوكنا اليومي بعد هذه الجائحه، وحدا هذا العرض باعجاب وتفاعل كبير من الجمهور البيضاوي. جدير بالذكر ان رشيد رفيق شارك في الفيلم السينمائي الاخوان اللي برفقه مجموعه من الفنانين المغاربه ابرزهم فضيله بن موسى، عبد اللطيف الخامولي، صلاح الدين بن موسى، بالاضافه الى بعض اعضاء فرقه مراجي كاتاليس وباسو ايوب ادري سعيد وديع كريمه والحوس. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.